يقول فضيلة الشيخ، هذا السائل: إذا نوى المعتمر أو الحاج الدخول في الإحرام بقصد ونسي أن يقول لبيك اللهم عمره أو لبيك حج عند مروره بالميقات، فما الحكم؟ إذا نوى عند الميقات الدخول في النسك كفى هذا، وأما التلفظ بالتلبية فهذا سنة إن حصل فيه أجر وخير، وإن لم يحصل فليس بلازم، مدار على النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نوى الدخول في النسك عند مروره بالميقات بقلبه كفى هذا. نعم.